اليوم هو اليوم الدولي للعمل البرلماني. هذا اليوم يذكر بشغور منصب رئيس البرلمان العراقي لقرابة 8 أشهر. على عاتق من تقع مسؤولية كل هذا التأخير؟ لا شك البرلمان العراقي هو مفصل من مفاصل الدولة وجزء كبير من سير العملية الديمقراطية، وبالتالي اليوم هذا المنصب شاغر وهو يقع على عاتق الكتل السنية. اليوم الكتل السنية لم تتفق على مرشح شخص واحد، وهذه المسألة مسألة يعني داخلية لا تتعلق بالكتل الأخرى سواء كانت الكردية أو الشيعية، وبالتالي على السنة أو الكتل السنية أن تحسم أمرها بمسألة اختيار رئيس البرلمان، لأنه هذا حق دستوري وشرعي وكل هذه التفاصيل. وبالتالي في ظل هذه الأجواء والوقت والبرلمانات العربية، دعا سماحة السيد الحكيم إلى يعني توحيد الجهود وتضافر الجهود، ودعا الكتل السنية أن تتخذ خطوة إيجابية نحو اختيار رئيس البرلمان العراقي، وهذا المنصب من حصة حسب يعني العادات وحسب ما العرف يعني السياسي. العرف، نعم العرف السياسي، بأنه منصب الكتل السنية هو رئاسة مجلس النواب. بالنسبة للكتل الشيعية لا تتدخل بهذا الموضوع، وهي من طيب، لها يعني خارج هذه الاختيارات، ومن حقها أن يرشح شخص ذو كفاءة ويحظى بتوافق الجميع، ومن ثم هم جيد، يصوتون داخل البرلمان العراقي. ألقيت ملائمة ربما المسؤولية على عاتق الكتل السنية أستاذ عمر، لكن ألا تعتقد أن هذه الكتل هي جزء من كل، وعقدت أكثر من جلسة لهذا الغرض وقدم المرشحون، لكن عدم توافق الكتل جميعها فيما بينها في المضي لاختيار شخص بعينه ومن أخر كذلك، والجميع مشترك في هذا التأخير؟ عزيزي، حسب الاستحقاق الانتخابي هناك كتل سنية وكتل شيعية حصلت على عدة مقاعد، فعلى غرار أو على ضوء هذه المقاعد تأخذ حصتها من يعني الوزارات والمناصب، وبالتالي تين من الكتل الكريمة في هذا البلد حصلت على كذا مقعد وحصلت على مثلا وزارة من الوزارات. هل من المعقول أن تأخذ هذه أو يستقيل هذا الوزير، أو مثل ما نقول بالعامية تطلع عليه عملية فساد أو ما شاكل ذلك ويعزل هذا الوزير؟ من المفترض أن يأتي وزير آخر من نفس الكتلة، لأن هذا استحقاق انتخابي لا يمكن أن يتجزأ. لا نريد ندخل بهذه التفاصيل، لكن على الكتل السنية أن تحسم أمرها وأن يتنازلون فيما بينهم.